ما هو الضابط في الشرك الأكبر وما هو الضابط في الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي من الشرك علما بأنه يغلب عليه حب الشهوة وحب المعصية على حب الله؟ الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة، وهذا يرجع على أنك إذا وجدت في حديث ما أن هذا شرك انظر إلى قواعد الشريعة في النصوص الأخرى، فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شرك أكبر، وإن كان لا يخرج فهو شرك أصغر. إذا لابد إذا جاءت النصوص بأن هذا شرك لابد أن نعيد هذا النص إلى إيش؟ إلى صلوات. إذا وردت النصوص بشرك ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام فهو شرك أصغر، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركا فهذا نعم في المعنى العام، لأن المعاصي إنما تصدر عن هوى، وقد سمى الله تعالى من اتبع هواه سماه متخذا له إلها، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذن عندنا ثلاثة أشياء: الإطار العام وهو أن كل معصية كمل فهي نوع من الشرك لأنها صادرة عن الهوى، وقد سمى الله تعالى من اتخذ، وقد جعل الله من اتخذ إلهه، من اتخذ هواه إلها جعله متخذا له إلها. الثاني الشرك إذا أطلق، فهل نحمله على أكبر أو على أصغر؟ نقول: ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة، إن اقتضى أن يكون خارج من الإسلام فهو أكبر، وإلا فلا. نعم.